غدا إن شاء الله تبارك وتعالى يكون أول أيام شوال وهو أول أيام عيد الفطر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا وإياكم بطاعته حتى نلقاه سبحانه وتعالى. نحن بين يدي هذا العيد تغمرنا فرحة التي هي فرحة العيد وحق للمسلم أن يفرح، وكذلك تغمرنا شيء من الحزن على فوات شهر عظيم. لا ندري الله سبحانه وتعالى يعيده علينا أم لا، ونسأله ونأمل فيه سبحانه وتعالى أن يرد علينا وعليكم رمضان، وأن لا يجعل آخر عهدنا بذكره سبحانه وتعالى في رمضان، وأن يوفقنا وإياكم بالطاعة في كل حين وحال وكذلك في كل مكان وزمان. نرجو من الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا من زللنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. بين يدي العيد كذلك عبادة تشرع كما ذكرنا في خطبة الجمعة، ومن الأمور التي ينبغي أن ننتبه إليها أن المسلم يلتزم دين الله عز وجل حال فرحه وحال حزنه وحال عيده وحال صيامه. لا بد على المسلم أن يلتزم دين الله سبحانه وتعالى. الفرح فرح العيد لا يعني أننا نتنسل ونتنصل من عبودية الله سبحانه وتعالى أو أننا نترك المساجد ونهجرها، وإنما الأصل في العيد تعمير بيت الله وإظهار شعائره عز وجل. ولذلك يشرع لنا أول ما يشرع عند رؤية الهلال أننا نبدأ في التكبير، فنقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد. وهذه شعيرة التكبير التي تكون في العيد. وقد ذكر العلماء غير واحد من أهل العلم كما جاء كذلك عن شراح الموطأ وغيرهم من أهل العلم الذين ذكروا بعض الأحكام كابن بطال كذلك في شرحه للإمام البخاري وفي صحيح الإمام البخاري وغيرهم، نقلوا كلاما حول هذا التكبير متى يبدأ. فقالوا أن الأصل في التكبير يبدأ عند رؤية الهلال، لأن الناس بين حال من الحالتين، إما أن يصوموا 29 وبهذا الحال إذا كان في صلاة العصر عند العصر لا نستطيع أن نبدأ بالعصر. لماذا؟ لأننا لا نعلم غدا العيد أم لا لما نكون في صلاة العصر، ولهذا لا يبدأ فيه في العصر. ليس مثل صلاة العيد التي هي عيد الأضحى، عيد الأضحى عندك اليقين لما تكون في عرفة أنت على يقين بأن غدا إن شاء الله هو عيد الأضحى. اليوم نحن الآن لم نكن ندري، وإنما متى يبدأ؟ إذا بمجرد ما نرى الهلال كما ذكر المحقق من أهل العلم، بمجرد ثبوت هلال شوال فإننا نشرع في التكبير. يسن لنا أن نجهر بالتكبير، والتكبير هو إظهار لشعائر الله وإظهار كذلك للفرحة. وقد كان الناس يجهرون في الأسواق بمجرد ما يثبت هلال شوال أنهم يجهرون في الأسواق ما بين الناس ويذكرون ذلك في الشوارع ويشرعون بالتكبير إظهار لشعائر الله سبحانه وتعالى. وقيل إذا كان رمضان فيه 30 أتم الناس العدة وأكملوها فإنهم من بعد العصر من عشيهم يبدأون في التكبير. هذا بالنسبة للتكبير، ويشرع ينتهي هذا التكبير عندما يخرج الإمام إلى خطبة العيد. إذا خرج الإمام على المصلين انتهى هذا التكبير وتوقف الناس عنه. ولكن أنا أنصح إخواني أننا هذا التكبير هذا لا نفطر عنه. كثير من الناس يستحي ما يذكر الله، يقوم من نعاسه ويأتي إلى المسجد وكأنه يساق إلى الموت ولا يريد، لا تظهر عليه فرحة ولا شيء. ومن الناس والعياذ بالله من لا يريد أن يذكر الله عز وجل على هذه الطريقة. ولكن فرحك بدين الله، فرحك بشعائر الله، فرحك بالإسلام يجعلك تذكر هذا الأمر. ولذلك ينبغي لنا أن ننتبه إلى مثل هذه الأشياء. من السنن التي تسن لنا العيد هو إخراج النساء، ولقد جاء عن غير واحد من الصحابة والصحابيات ذكر ذلك كما جاء في حديث أم عطية وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يخرجن النساء، يخرجن الحيض والعواتق وذوات الخدور من بيوتهن ليشهدن
العيد مع المصلين ويشهدنا دعوة المسلمين. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن هذا الحديث فيه إشارة إلى قبول الدعوة، قبول دعاء المسلمين، دعوة المسلمين التي تكون، فإن فيها دعوة فيها بركة يوم العيد، فإن إذا دعونا وأمن الناس تكون فيها خير، لذلك يسن الدعاء في يوم العيد. ومن بين السنن التي ينبغي أن ننتبه إليها وأن نضيعها هو في عيد الفطر، كما قال سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه أو رحمه الله، قال سنن الفطر ثلاث، سنن الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، المشي خروج يمشي الإنسان على قدمه، والفطر أو الأكل قبل الصلاة، والتكبير الأكل قبل الصلاة، هذا في الفطر أن تأكل قبل أن تصلي، فيستحب أن تأكل. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناول رطبا قبل أن يخرج من بيته إلى المصلى، يستحب للمصلي أنه إذا أراد أن يخرج إلى العيد أنه يأكل مما رزقه الله سبحانه وتعالى، يستحب أن يكون رطبا يأكلها قبل الصلاة. وقيل ذلك من الحكمة التي فيها هو التفريق حتى يشعر بالفرح، وهو التفريق ما بين أيام الصوم وأيام العيد، كذلك حتى يتم الفرح، لأن الله عز وجل جعل أيام العيد تكريما للناس، ولهذا يحرم بالصيام فيها، حرام يحرم، لأننا نحن ضيوف الله سبحانه وتعالى ونأكل ونشرب توسعات على أنفسنا، وما يستطيع الواحد أن يوسع على نفسه ولا يأكل ولا يشرب، ولهذا يحرم صيام العيد، لا يجوز حتى ولو كان من واجب أو قضاء، لا يجوز أن يصوم الإنسان يوم العيد. الثاني يوم من شوال هذا ليس بعيد، احنا نسميه ثاني عيد، ولكن ليس بعيد، هذا يصام، ما في مشكلة، تصومه تطوعا أو تصومه كذلك لقضاء أو غير ذلك فلا حرج في هذا. من السنن الاغتسال، والاغتسال هذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن علي بن أبي طالب وعن سلمة بن الأكوع وعن عمر بن الخطاب وعن ابن عمر وعن غيرهم، عن سعيد بن المسيب كذلك وعن بعض التابعين روي هذا الاغتسال، ولكن كلها أحاديث ضعيفة إلا ما صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقط، وهو حديث حسن حسنه الإمام الألباني رحمه الله وغيره، وغير ذلك من الأحاديث هي ضعيفة لا تنجبر ولا تتقوى. وقاس بعض أهل العلم كما ذكر بعض علماء المالكية، قاسوا ماذا قاسوا؟ قاسوا على الجمعة، قالوا الجمعة عيد ويستحب فيها الاغتسال، ولأنها كذلك قاسوا على بجامع ماذا؟ بجامع الاجتماع، الجموع هذه التي تجتمع، فكذلك بما أننا نجتمع كجمع وعندنا زينة نتزين في الجمعة ونجتمع فيها مع بعضنا البعض، فيستحب لنا كلنا أن نكون متطيبين ولابسين لباس العيد أو لباس ما يكون زينة لنا. هذا بالنسبة للجمعة، فالعيد الجمعة عيد لها شبه بالعيد، فلذلك من الأمور التي قاس بها العلماء مشابهة العيد بالجمعة، فقالوا من باب أولى العيد، لأن العيد فيه فرح وفيه لباس، ويلبس الإنسان ما أحسن ثيابه تعبدا إلى الله وإظهارا للفرح، فلذلك يستحب له الاغتسال، والاغتسال هذا مشروع مشروع، وحببه العلماء، قالوا العيد في العيد الاغتسال أفضل شيء، كما نقل عن الإمام مالك رحمه الله في موطئه أنه إذا خرج وذهب إلى المصلى، عند ذهابه إلى المصلى ذاك الوقت الذي أفضل أوقات لإخراج زكاة الفطر وأفضل الأوقات للاغتسال، فإن ضاق الوقت كما ذكر بعض أهل العلم إن ضاق الوقت يغتسل بعد الفجر، إن ضاق الوقت يغتسل قبل الفجر، إن ضاق عليه الفجر يعني الوقت ويقول ربما نمشي المسجد ما نرجع، فهذا قبل الفجر يغتسل ولا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه من السنن، ومن السنن أن يخرج الإنسان بأهله وأولاده ونسائه إلى بيت الله سبحانه وتعالى أو إلى مصلى العيد. والأصل في العيد أين يصلى؟ الأصل في العيد أن يصلى في المصلى. ما هو المصلى؟ المصلى ما كان في فلات، ما أعد للصلاة على غير العادة وكان في فلات. المسجد ما أعد للصلاة عادة
ولم يكن في فلات محاط، عنده حيز يحوطه، هذا فرق ما بين المسجد والمصلى. ولكن نحن الآن هذه أشياء لا نستطيع أن نتحكم فيها، ولذلك التزم الناس مساجدهم ولا نستطيع التحكم فيها. إنما هذا كان متى؟ كان وين ما كانت القرى وكان الناس يستطيعون أن يجتمعوا. الآن كثر الناس ما شاء الله، والأماكن في ذلك حيزها ضيق، وزيد على ذلك أن الأمر يحتاج إلى تراخيص وغير ذلك من الأشياء التي فيها تكلفة. وحسبنا إن شاء الله المساجد، نسأل الله أن يهدينا وإياكم للسنة. كذلك من الأمور المستحبة أنه إذا أتى إلى صلاة العيد أنه يستمع إلى خطبة الإمام ويسترشد بها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل خطبه جامعة يجمع فيها بالوعظ الرجال والنساء، ثم يخص النساء بالذكر، يخصهن بالوعظ ويأمرهن بالصدقة ويخوفهن بالنار وأن يتقين الله في أنفسهن. وقال العلماء هذا من معالم تربية الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن المرأة إذا صلحت صلح المجتمع، وأن المرأة ضعيفة إن أحسنتها صارت أفضل مما تتوقع، وإن أسأت إليها وسأت إلى تربيتها صارت أسوأ من الشيطان. فلذلك ينبغي للوعاظ وينبغي للأئمة أن يتجهوا للنساء بالوعظ والتذكير. والعيد يا إخواني الكرام فيه بدع تقوم ومناكير تغضب رب العالمين، لا ينبغي للمسلمين أن يقوموا بها في مثل هذه الحال. من بين هذه البدع ما يقوم به كثير من الناس من عدم التزين، ومنهم من يفتخر بذلك ويأتي إلى المسجد يكركر أي بلغة في البيت ويجيب لباس النوم ولا لباس رياضي ما يهمه شيء، بعدين إذا كان قابل الناس يلبس لباس. أنت تقابل رب العالمين، وأفضل ما تتزين له العيد. العيد فرحته كلها، العيد كامل يكمل في صلاة العيد. الذي لا يصلي العيد لا عيد له، والذي لا يصلي أصلا لا عيد له، والذي ينام كالجيفة لا عيد له، والذي ما حضر صلاة الفجر لا عيد له، والذي لا يذكر الله لا عيد له، والإنسان المقاطع للناس لا عيد له، والمشاحن والحاقد والحاسد لا عيد له. العيد يحتاج لك قلب واسع، يحتاج لك قلب صدر رحم، العيد يحتاج لك تتبع لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، العيد يحتاج أن تترك البدع والخرافات. زيارة القبور كذلك، زيارة القبور وما يقع فيها من الفساد العظيم جدا في يوم العيد، هذا من أشنع البدع المنتشرة في بلادنا وبلاد المسلمين كذلك. هذه من أشنع البدع، لا تزور القبور يوم العيد، منهي عن ذلك. تخصيص زيارة القبور يوم الجمعة ويوم العيد فيها أحاديث موضوعة لا أصل لها، لا تصح. وزيد على ذلك قال العلماء العيد يوم ماذا؟ يوم فرح، لا تجعله يوم طرح. ما تحضر الموتى أنت معك في يوم العيد، أدعو لهم بالرحمة والمغفرة. لما تكون تصلي صلاة العيد تدعو لهم أو يدعو لهم الإمام، تؤمن معهم وتتصدق عليهم في أي يوم كان، واذكرهم في الأيام الأخرى. لما تجيك الأيام الأخرى اذهب عند المقبرة وادعو لهم الله سبحانه وتعالى. أما ما يفعله الناس اليوم هذا من عين البدع. زد على ذلك أنك إذا نظرت إلى المقبرة من يأتي فيها؟ التبرج فاحش، تبرج فاحش للمقبرة، واختلاط سافر، اختلاط وتخطي عن القبور وكتابة عليها وفعل البدع وغرس الورود وفعل أشياء كثيرة ليس لنا فيها شيء. الناس تتعلمها من الأفلام وتتعلمها من الرسوم المتحركة وتتعلمها من المسلسلات، هذه أداب زيارة القبور. مين يتعلمها الناس؟ يتعلمها من الناس الذين يراهم في التلفاز ويراهم في الأفلام. والأصل أننا زيارة القبور زيارة تعبدية، إذا زرنا القبر نزور تعبدا لله، نتذكر الآخرة ونترحم على موتانا. هذا الأمر هذا لابد فيه من آداب من سنة. أولا الوقت الذي أذهب إليه هناك أوقات لا يجوز أن نذهب فيها، تخصيص يوم هكذا نذهب فيه كل جمعة وكل عيد هذا من البدع. وزيد على ذلك انظر إلى الناس لا يبتعدون، تمشي شوف الآن غدا في المقبرة سترى الناس وهم يطوفون على القبور ويمشون في داخلها يتخطونها، والتبرج الفاحش كأنها في عرس، كأنها في عرس، لا احترام لا للمقبرة ولا للناس الذين يأتون إلى بيت الله عز وجل. وهذا لما تموت القلوب نسأل الله العافية، لما يموت القلب بتاع الإنسان يقول لي لا يبالي، لا يتحرك ساكنا، لا يتحرك ساكنا،
ولهذا الإنسان الذي يأتي للمقبرة وكان يوفق الله سبحانه وتعالى في غير أيام العيد ويجد المناكير هذه يحاول يغيرها بالتي هي أحسن وينصح الناس، لأن الناس يجهلون كثير من الأشياء وهم بحاجة إلى تعليم، بحاجة إلى رفق وأن ينصحوا وأن يبين لهم الأمر. كذلك من البدع في يوم العيد ما يقع لنا من نشر الموسيقى في البيوت، وهذا والله من أفسد ما يكون. عيدنا يا إخواني الكرام ليس فيه أغنية خاصة بعيد الجزائريين، العيد ما مش الجزائر، هذا العيد مش الجزائر، العيد هذا تاع المسلمين كامل، اللي يقول لا إله إلا الله فهو في عيد، وما عندناش أغنية خاصة نغنى نغنيوها في يوم العيد، وهذا فساد. والموسيقى التي تنتشر في البيوت وفي السيارات هذا لا يدل على أن الإنسان يتقرب إلى الله، لأن العيد العيد. ولذلك بعض المسائل الفقهية تأخذ شقا من حظ الناس من العادات وحظ الناس في الفرح، وشقا من التعبد كالتهنئة يوم العيد مثلا، ولذلك تجد فيها الخلاف، لأن العيد هذا عندك حاجة حظك أنت تفرح فرح عليك أنت، وعندك حاجة هي عبودية الله كذلك. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا من الفقهاء يجمع لك في أحكام العيد. العيد مش فرحة بقلب دي مش حب أنت، ماشي كنت محبوس وطلبوه، لأن الناس الآن اللي يعتقد بلي كان محبوس وطلبوه يدير كل شيء في العيد. ولهذا للأسف من مظاهر انتشرت في بلدنا منذ تقريبا 5 سنوات وجود طوابير رشان على قارورات الخمر العيد، موجودة هذه موجودة في أماكن عدة، نقلها لي كثير من الناس بالصور، ورأيت منها بعضا بأم عيني في العيد. وجود العام الماضي في مدينة من المدن الشرقية ينقل لي أخ شقيق من مكان من الأماكن التي عرفت بالفساد في الشرق الجزائري، قال لي الآن تدخلت الشرطة في الليل، لتفك الطريق لأن الطوابير لحقت حتى لقت الطريق على الخمر، ليلة العيد. يشعر الإنسان أنه كان محكوم وطلبوه. شكون اللي يكون محكوم وطلبوه؟ الشيطان. كي تكون أنت شيطان دير روحك راك تكون مصفد مع الشياطين وطلبوك يوم العيد، هذا هو الشيطان، هذا هو اللي. فلذلك الآن الإنسان المسلم مش يحس داخل في العيد، يحس بأنه خدم وصلى وصام وغير ذلك، ويشعر شوية بأنه مشي شوية بزاف، بأنه فرط في جنب الله وراه مقصر في حق الله، ولكن عنده واحد الفرحة قال ربي لأنه قام على المسلمين وصام وتصدق وقرأ القرآن الكريم وتاب إلى الله واستغفر وبكى شوية ودغدغ قلبه شوية. فهذا اليوم العيد تفرح، قل الحمد لله على إتمام النعمة وأن الله بلغنا فتفرح. وكذلك الإنسان الذي هو الإنسان المسلم وش يزيد يعقد على نفسه، يقول شوف هذه الفرحة نعمة من الله، رانا عبدنا ربي شوية، شوف ديك اللذة تاع الفرحة. إذا لو كان ما نعبد ربي دائما حتى نموتوا كيفاش نلاقي الله؟ واش الفرحة اللي تكون أمام الله عز وجل؟ إذا قيل لنا ندخل الجنة من أي الأبواب شئتم، كيف تكون فرحتنا؟ أفضل من العيد. فهذا العيد هذا شغل ذوق الإنسان، يذوق الإنسان اللذة تاع فرح أهل الجنة حتى يزيد يعمل، يعد يلهث أكثر وأكثر، يعد يلهث على العبادة. فلذلك العيد هو عبارة عن عقد، عهد، معاهدة أنك ستواصل في عبودية الله، ستواصل في ملء بيوت الله، وستواصل في الركوع إلى الله والسجود إلى الله، وستواصل في قراءة القرآن، وتواصل في الجود والإحسان، وستواصل في قيام الليل، وستواصل في الصيام والتطوع في ذلك. كل هذا من معاني يوم العيد، وليس أنك يوم العيد كنت مخنوق، حاكمك المسجد وحاكمك الصيام، ما استطعت أن تفعل شيئا، ثم تخرج يوم العيد تباهي بالموسيقى والاختلاط والخمر وغير ذلك من الأفعال وشرب الدخان. واحد كان الناس يوم العيد يشرب الدخان بقوة وكأنه كان محبوس، اللي يكون محبوس يا إخواني في رمضان ثم ينطلق يوم العيد هذيك الشياطين نسأل الله يعيدنا وإياكم منهم. ولذلك انتبهوا، إلى أيام العيد نغتنمها على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تبقى التهنئة يوم العيد، كذلك من السنة المشي كما قلنا، ويغير الطريق يذهب من الطريق ويرجع من الطريق، وقلنا كذلك اللباس الزينة، أن يتزين الإنسان بأفضل لباس له
زينة المسلمين، يلبسها الإنسان ويأتي بها ويتطيب ويأخذ من طيبه ومسكه وعطره، ويأخذ كذلك من سواكه ويغتسل كما قلنا، ثم يأتي إلى بيت الله عز وجل أو إلى مصلى المسلمين ويصلي معهم العيد، ويغير الطريق. إذا أتى من طريق يغير طريق من طريق آخر إذا وجد، إن لم يوجد له فيمشي من نفس الطريق ولا حرج في ذلك. من الأمور الأخرى كذلك التي ينبغي أن ننتبه إليها هي التهنئة بيوم العيد. التهنئة بيوم العيد نقل هذا عن جبير بن نفيل أنه ذكر أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا إذا التقوا يوم العيد هنأ بعضهم ببعض فقال تقبل الله منا ومنكم. ونقل هذا عن غير واحد من السلف ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، غير أنه قال أنا لا أبدأ، وإن من بدأني بالتهنئة بدأته. الشيخ بن عثيمين رحمه الله في مجموع فتاويه سئل عن المعانقة يوم العيد وذكر له التهنئة يوم العيد، لأنه كثير من الناس يتكلم عن مسألة التهنئة يوم العيد. لابد أننا في مسائل التسليم والآداب والتهنئة العلماء يراعيه واحد الجانب، وش هو جانب العرف والعادات. كاين عبادات وكاين عادات، وكاين أشياء حوادث توقع لنا في حياتنا تأخذ جهة، من جهة شوفوا فيها عبادة ومن جهة شوفوا فيها ماذا عادة. فأحيانا التسليم، مثلا التسليم هنا لما جاء الشرع وش قالنا؟ أبدلكم الله. جاء واحد يقال للنبي عليه الصلاة والسلام صباح الخير أو صباحك الله بالخير أو شيء من هذا، قال لقد أبدلنا الله تحية خير منها، السلام عليكم. فالآن عندنا السلام ما نقدرش نبدله، كل جهة يقولوا حاجة، ما نقدرش أنا نجي نقول حاجة واحدة أخرى نحي السلام ونقول لك عادتنا إحنا في البلاد هذا، لا، ذوك الآن لازم علينا السلام، لأنه يعني ولات تحية تعبدية. بصح لو كان يجي مثلا تهنئة يوم العيد، الشيخ ابن عثيمين ماذا قال؟ قال هذا تركه الشارع للناس، تركه الشارع للناس. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كان إذا لقي أحدهم الآخر يوم العيد يقول تقبل الله منا ومنكم. إلا أننا نجتنب ماذا؟ نجتنب مثلا بعض الألفاظ كما ينقل، تحتاج إلى تحقيق وتتبع على كل حال، كما ينقل كل عام وأنتم بخير مثلا، وهذه تحية من؟ جماعة البوراني يقال يعني كل عام وأنتم بخير، وهذه جماعة الناس النصارى واليهود والفوا أخذوها هذه التحية خلاص، ولا التحية ما تبعوهاش، نقول عيدكم مبارك، عود الله عليكم العيد وأعاده عليكم باليسر مثلا، كما يقولون في الحجاز عساكم من عواده مثلا، أو كما يقول الناس في المغرب، أو يقول الناس عندنا في الجزائر عيدك مبارك مثلا، أو صح عيدك، أو يقول إنسان تقبل الله منا ومنك، ما في مشكلة. هذه أمور أخذت عادات، أخذتها بالعادات وليس فيها شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلزمنا بتحية معينة أو بتهنئة معينة، وهذه لا تعتبر تحية وإنما تعتبر ماذا؟ تعتبر تهنئة. لذلك إذا التقيت مع إنسان أولا تبدأ السلام عليكم، هذه التحية الأولى ثم التهنئة. والمعانقة قال الشيخ ابن عثيمين لا بأس، لأن من عادة المسلمين أنهم إذا كان هنأ أحدهم الآخر أنه يعانقه، مثلا يعطيه جائزة يعانقه، هذه عادة مش مشكلة، هذه لها شق في العادة ولا حرج. وهكذا ذكر العلماء قالوا لا حرج في المعانقة ولا حرج في ماذا؟ في التسليم أو الذي هو المصافحة. فإن قلنا صافحنا أو من بعيد قلنا تقبل الله منك ومنا ومنك أو غير ذلك فهذا لا بأس به. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يستر لنا جميع الزلل. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا وإياكم منازل السعداء، وأن يجنبنا وإياكم مصارع الأشقياء، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والحمد لله رب العالمين. تكون لنا إن شاء الله اليوم صلاة العشاء فقط، نسأل الله يعين علينا وعليكم التراويح في العام القادم إن شاء الله، وإن شاء الله ثم عهد الله عز وجل أن لا تتركوا قيام الليل، لا تتركوا قيام الليل، هذا شيء عظيم. كنا نقف بين يدي الله نناجيه، الناس كانوا في غفلة، الناس كانت تغفل، واحد في الدنيا كل واحد يعني، وإحنا كنا نجتمع في بيت من بيوت الله نبكي لله عز وجل، نتضرع لله، نقرأ القرآن سمعناه. الآن لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة الكافر، حاولوا أنكم ولو إنسان أحيانا يقوم ثلاث ركعات، تكون خدام متعوب ثلاث ركعات، الله يعطيك القوة، الله هو اللي يباركك في صحتك وقوتك، ثلاث ركعات تدعو بها الله عز وجل وتنام تكتب من القائمين. حاول أنك لا تضيع، لا تضيع أبدا، حاول أن تجعله بينك وبين الله عز وجل حتى تلقاه. كذلك الصيام، عليكم إن شاء الله صيام ستة من شوال، وثم بعد ذلك أحيانا هذه أيام
كما قيل للسلف سعيد بن جبير وغيره، قيل لما تصوم في هذا اليوم الحار؟ قال اليوم الأشد حار منه، اليوم أكثر. فتصوم أنت في هذه الأيام الحارة، أحيانا تصوم يوم يومين في الشهر ثلاثة، تتطوع لله عز وجل، تجد هذا اليوم بين يديك عند الله يوم القيامة إن شاء الله. حاولوا أنكم لا تتوقفوا كذلك عن الجود والإحسان والصدقات وإطعام الطعام كما كنتم في رمضان. الإنسان يحاول يده تبقى سخية تعطي في سبيل الله تبارك وتعالى، هذه أشياء لا تضيعها. وصلاة العيد إن شاء الله تكون على الساعة السادسة ونصف بإذن الله، السادسة ونصف إذا اجتمع الناس نصلي ولا ننتظر، لأن السابعة كثير علينا، ثلاث ساعات بعد الفجر كثيرة جدا، الشروق الساعة 5:30 تقريبا أو 6:25، احنا نقدر تقريبا احتياطا نقول 6:15 الشروق تقريبا، فنعطيها 45 دقيقة بعد الشروق قدر رمحين أكثر وزيادة، ونصلي بإذن الله تبارك وتعالى. تقبل الله منا ومنكم.